حللني يا أبي. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة حد الكنوز أو الحد الأول من الصوم الكبير. إحنا موضوع المؤتمر كله الشهوات الروحية، فعاوز أكلمكم عن شهوة الكنز. كانوا زمان بيلعبونا لعبة اسمها ابحث عن الكنز، تريجر هانت. دي لعبة جميلة وياريت تعملوها في مدارس الأحد، لأنها بتغذي المثل اللي قاله المسيح: كنز مخفي ومضى وباع كل شيء واشترى الحقل. وفي نهاية اللعبة، حتى لو الكنز ده شوكولاتة يعني، في الآخر العيال بيكتشفوا إن إحنا كنا فرحانين قوي إن إحنا نلاقي الكنز، طب ما هي ربنا هو كنزنا. إنما تعالوا نفكر، هو إيه الكنز اللي المسيح بيكلمنا عنه؟ وطبيعي كل واحد فينا عنده شهوة غنى. شهوة الغنى دي في كل الناس، كل الناس عاوزة أكتر، أكتر فلوس، أكتر كرامة، أكتر عيال، أكتر. إنما ربنا بيقول لا، أنا مش بتكلم على الكنز الأرضي. على الأرض يفسد سوس وصدأ وينقب سارقون ويسرقون، لكن الكنز السماوي لا يفسد سوس ولا صدأ ولا ينقب سارقون ولا يسرقون، وحيث يكون كنزك يكون قلبك أيضا. تلاحظوا النهاردة برضو في نفس الإصحاح اللي قريناه في القداس، برضو زي ما حط لنا أن في كنز سماوي وكنز أرضي، حط لنا أن في سيد سماوي وسيد أرضي في نفس الإصحاح. عشان كده ساعات بيسموه الحد الوحيد. الوحيد يعني تختار حاجة من اتنين، يا تاخد كنز السماء يا كنز الأرض، يا تاخد ربنا يا تاخد الفلوس. مش هيتلموا على بعض، مش هتاخدهم الاثنين. فبيقول في نفس الإصحاح: لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو بصوا التعبير الدقيق ده كمان، يلازم الواحد ويحتقر الآخر. ويلازم حتى جاية في الإنجليش will be loyal to the one. loyal يعني ولاء، ولاء يعني تبعه، لويل. فانت عشان تبقى يبتاع ربنا يبتاع الفلوس. في ناس لويل للفلوس، يعني يعمل اي حاجة عشان الفلوس، وفي واحد يعمل اي حاجة عشان ربنا. فهي فعلا مش ممكن هيجتمعوا في شخص واحد. كنز الدنيا وكنز السماء ما يجتمعوش في شخص واحد، وكنز وسيد الارض غير سيد السماء برضو مش هيجتمعوا في قلب واحد. يبقى بالتالي كأن الكنيسة بتقول مع أول الصيام: حددوا أنتوا عاوزين إيه في الآخر، عاوزين توصلوا لإيه. لازم تحتقروا الفلوس عشان تختاروا المسيح، ولازم ما تركزوش في كنز الأرض عشان تركزوا في كنز السماء. دكتور اللي فارق معاه قوي دخله إراده مش هيعرف يخدم كويس، اللي سايب الإرادة يجي من ورا ظهره هيعرف يخدم كويس، والإرادة هيجي وهيجي أكتر مما توقع. لكن اللي مركز قوي المكاسب إيه مش هيوصل، مش هينفع، لأنه ما ابتدهاش صح، ما اختارش الكنز، ما حددش السيد اللي هو عاوزه صح، حسبها غلط من الأول. لكن واحد مركز عاوز أكسب السماء، عاوز ربنا مش عاوز الدنيا، تيجي الدنيا زي ما تيجي، 10 جنيه زي 100 جنيه، هنلاقي ناكل في الآخر. لو بيفكر كده ومركز في رسالته يا بخته، لأنه هيمشي صح. لأننا كنا بنتكلم عن الأكسترا مايل أو السكند مايل، الميل التاني ده، الحب اللي أكتر من العادة، هو ده اللي يعمل الرصيد في السماء. الرصيد في السماء يا أحبائي أو الكنز اللي بيكلم عنه المسيح له معاني كتير، من أهمها قريبك. من هو قريبي؟ لما تسأل المسيح السؤال ده، حكى لنا حكاية بتاعت السامري الصالح زي ما انتوا شايفينها كده. واحد كان نازل من أورشليم لأريحة، وقعوا عليه اللصوص، عروا جرحوا، مضوا وتركوه بين حين وميت. مين الشخص ده؟ الشخص ده هتقابله كل يوم. كل الناس متجرحة، كل الناس لمؤاخذة متعرية، كل الناس تعبانة. بس الغرض انت هتشوفه ولا مش هتشوفه؟ انت هتبص له كانسان محتاج ولا هتعدي عليه عادي وتطنش لان مشوارك شغلك، غرضك الطبيعي هو اللي واكل عقلك؟ ده اللي حصل. عرض ان كاهنا نزل
فرآه وجاز مقابله. وكذلك لاوي أيضا جاء ونظر وجاز مقابله. لكن سامريا مسافرا جاء إليه، كان الطبيعي يحصل إيه؟ نظر وجاز مقابله. لا، ده نظر ووقف، نظر وتحنن لما رآه تحنن. بخلي بالكو، هي لحظة، هي أقل من ثانية بيحصل مفترق طرق. يا هتكمل في سكتك عشان تحقق طموحاتك وتطنش فرصة ذهبية تحوش في السماء، يا في اللحظة دي اكتشفت ان المسيح حاطط في سكتك كنز اسمه الراجل ده، ده الكنز بتاعك. وقفت مشوارك وقلت ده نصيبي، ده قريبي، دي أبديتي في الراجل ده، ده رصيدي الحقيقي عند ربنا، هسيب كل اللي في ايدي وهركز معاه. اغتنام الفرص يا احبائي هو اللي بيحدد رصيدك في السماء. يا ترى كل يوم بتشوف الراجل ده، ولا ياما سنين عدت ما شفتوش، ما لمحتوش، مع انه كان في الطريق يوميا، مش محتاج تسافر له وتروح له بلاد، ده في سكتك، ده في بيتك، ده على الطريق. تقدم وضمت جراحات وصب عليها زيت وخمر واركبه على دابته واتى به الى فندق واعتنى به. في الغد لما مضى اخرج دينارين. بصوا بيعمل حاجه فوق العادي. طب ما كتر خيرك، ضيعت يوم، هتضيع فلوس كمان، يوم وفلوس. الميل التاني ومش مستخسر، انا بحوش، انا بعمل كنز. يا بختك يا سامري، انت اللي فاهم الصح، انت اللي حسبتها مظبوط. واعطاهما لصاحب الفندق وقال له اعتني بي ومهما انفقت. ده ميل تالت ورابع، ده لسه كمان هيدفع تاني. عند رجوعي اوفيك. اي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ فقال الذي صنع معه الرحمة، فقال له يسوع اذهب انت ايضا واصنع هكذا. تعالوا نحلل القصة. القصة فيها كم شخص؟ في رأيي فيها خمس مجموعات من البشر. فيها كاهن زي حالاتي، فيها لاوي شماه زي حالاتكم خادم، فيها حرامية مش تبعنا، فيها سامري ده المسيح أو كل من يتشبه به، ملهاش علاقة بكاهن أو غير كاهن، وبعدين فيها صاحب الفندق، واحد هنشوف يمثل إيه في الحياة. دول خمس فئات، ما حطيتش فيهم المضروب، لأن المضروب ده هو الكنز، أنا اعتبرته ده الكنز. بس مين من الخمسة لقى الكنز؟ فيش غير السامري. السامري هو اللي عرف يلاقي الكنز. فالبشر خمس أنواع، واحد من خمسة في الحسبة دي هو اللي بيعرف يفهم قيمة هذه الحياة في إنه يستثمرها ويعمل كنز في السماء. تعالوا نبص على كل واحد. الكاهن مشغول بطقسه، بخدمته الرسمية، بمنظره ككاهن، باللي ورا منه، اركن ما بيحوش في السماء مع انه كاهن. اللاوي خادم وراه مشوار، وراه مأمورية، اركن ما شافش الكنز، عدى عليه. الحرامية مش بقى كاهن ولا لاوي، دول بقى صرحة مع نفسهم، احنا عايشين بارازايتس، يعني ايه؟ احنا بنمص دم الناس. في ناس كده في الدنيا دي عايشة على المجتمعات، عايشة بالاستغلال والسرقة والغش. اوكي، دي مجموعة معروفة، بس دول عارفين كنز الارض كويس، طبعا ما لهمش في السماء، بس دول حاسبينها بالنسبة للدنيا حسبة مظبوطة، هم عاوزين كده باقل مجهود بيعملوا فلوس. وفي صاحب الفندق اللي بيتعامل بالفلوس، هخدمك على قد فلوسك، هخدمك بس دايما في مقابل، وراجل كويس، راجل كويس، بس هتدفع تتخدم، ما تدفعش ما تتخدمش. ما فيش غير واحد اللي ناصح حسب بقى تعبير الكنز، اللي لقى الكنز، اللي فهم ربنا عاوز ايه. اللي ما عملش زي الكاهن ولا اللاوي، اللي ما يعتبرش خادم رسمي، انما هو الوحيد اللي حوش. حسبوا يا جماعه لنكون كاهن ولاوي
من اللي مش بيعمل اللي ربنا عاوزه، بيعمل اللي الشكل بتاعه يقتضيه، بس مش ده اللي ربنا عاوزه. ربنا عاوز حاجة تاني. تاني، اقتناء الفرص او اغتنام الفرص يا احبائي. العمر مجموعة فرص. يا ترى انت لقطت فرصة اللي باي ذا واي ده اللي بيبقى على الشارع؟ انتبهت ان في شخص تعبان يحتاجك ولا ما عداش عليك، ما جاش في بالك؟ اللي داخل على اخر العيادة وانت خلصت وبعدين من ابو بلاش، فوت علينا بكرة ولا بس استنى؟ ده بالذات بإرادة الأسبوع كله، ده كنز السماء بقى. المريض الغلبان ده واللي محتاج بجد، محتاج كلمة مطبطبة، فلوس، دواء، علاج، اهتمام، مستشفى، انت عملت معاه ايه؟ وانت عندك وزنات اكتر من السامر. تعالوا ناخد موقف تاني عشان افضل اسأل من هو قريبي. في قصة يونان كان في برضو ثلاث مجموعات غير يونان، في مجموعة البحارة، وفي مجموعة أهل نينوى، وفي مجموعة اليهود. مين اللي بيعمل إرادة الله؟ الحقيقة ولا مجموعة. على رأسهم اليهود، مش بيعملوا اللي ربنا عاوزه. اليهود طلع منهم يونان مش عاوز يغتنم الفرصة ويكنس في السماء، عاوز يعمل اللي هو بيعرف يعمله. أنا ببشر يهود، هفضل ببشر يهود. يا حبيب، طب أنت ربنا بيقول لك هشتغل بيك في حتة تاني؟ لا، الخدمة بتاعتي تفضل بتاعتي، ومش هغير خدمتي مهما حصل، وما حدش يقول لي على حاجة أنا مش متعود عليه. يا ابني، الميل التاني حاجة مش معتادة. يا يونان، أنت خدمت يهود كتير، تعال معايا للميل التاني، نخدم برا اليهود، نطلع برا الكومفورت زون. خدمتك لليهود دي دايرة الراحة، بيقدروك ومعتبرينك نبي، لكن هتطلع نينوى دي دايرة التعب، ما يعرفوكش. بس بص شوف هعمل بيك ايه. نينوى يا يونان هي اللي هتعمل لك اسم، هتعمل لك كرامة. يونان لو ظل نبيا لليهود يمكن ما كناش سمعنا بيه خالص. انما اللي عمل اسم اليونان مين؟ نينوى، اللي ما كانش عاوز يخدمهم لانه ما كانش فاهم ان كنزك يا يونان في نينوى، كنزك في الناس اللي انت مستبعد تماما انك تخدمهم او تتعب معاهم او تسافر لهم. بس ده رصيدك الحقيقي في الاخر، ده اللي هتقف بيه في السماء، المشوار بتاع نينوى. كل اللي عملته يا يونان كوم، ومشوار نينوى كوم تاني. والمسيح لما ذكر يونان في العهد الجديد ما جابش سيرة خدمته لليهود خالص. ما دي العادي، اللي فوق العادي الميل الثاني هو ده اللي ذكره المسيح. كان يونان آية لأهل نينوى. نينوى تابوا بمنادات يونان، وهو ذا الآن أعظم من يونان. في حياة ربنا يسوع له المجد. لو سألنا نفس السؤال، مين كنزك أو مين قريبك اللي يعمل لك الكنز؟ ربنا يسوع له المجد، اتعامل مع الكل. بس تجاوزا أقول لو المسيح له كنز، كنزه في الخطاة، كنزه كان في الأمم أكثر من اليهود. وهو قالها بطريقة تانية، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب، بل إيه؟ بل المرضى. لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاء إلى التوب. أنا عمال أراجع فكرة إن إحنا بنضيع رصيد وكنز كان ممكن نحوش بيه في السماء حاجة كبيرة قوي، لأن كل يوم في فرص رحمة بنقابلها بس إحنا ما تعودناش عليها، ما ركزناش فيها، ما بصناش بعين المسيح الحنين للناس التعبانة دي. أنا ورايا شغلي، ورايا بيتي، ورايا خدمتي، بس ما عملتش اللي المسيح عاوزه. كل ده ممكن يخليك على الأرض مش في السماء. بص القديس بولس يقولها ازاي، طبعا ده راجل بقى حكيم وفاهم يحوش في السماء ازاي. لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة أني مرارا كثيرة قصدت أن آتي إليكم ومنعت حتى الآن، ليكون لي ثمر فيكم أيضا كما في سائر الأمم. إني مديون لليونانيين والبرابرة، للحكماء والجهلاء. هل بولس مديون بفلوس؟ لا طبعا، لكن الحب اللي جوه قلب بولس، الخبر الحلو، الإنجيل اللي شايله بولس،
دين عليه لكل الناس. حبيبي أنت كخادم تمثل المسيح، مديون لجيرانك، مديون لزمايلك في الشغل، مديون للناس اللي بيكرهوك، مديون للناس غير المؤمنين، لأن هم ما يعرفوش المسيح غير عن طريقك. أنت مركز في حتة واحدة بس، خدمتك، فصلك، عيادتك، اليوم بتاع الكنيسة. لا يا ابني أنت مش فاهم ربنا، كنزك ما يجيش كده. الرصيد اللي بتعمله ده قليل قوي. ربنا بيقول لك في كنز مستنيك، بس انتبه انك مديون للكل، للغريب قبل القريب. هكذا هو ما هو لي مستعد لتبشيركم انتم الذين في روميا ايضا. اذا القصه بتبدا من هنا يا حبايب. العين انت بتشوف الناس ازاي، هو ده اللي هيفرق في الاخر في الرصيد. بتوع البزنس مان المتميزين قوي عندهم ذكاء، ذكاء الفرصة يسموه. ذكاء الفرصة يعني ايه؟ يعني هو بيقرأ الجرايد كده، في سطر في مقالة يلمحه، يعرف ان دي فرصة يعمل بيها مليون جنيه. اقتناء الفرص، دول بتوع الفلوس. زي اللي بيلعبوا قمار برضو، المحترفين عندهم ذكاء الفرصة. احنا لا عاوزين قمار ولا عاوزين بيزنس، احنا عاوزين السماء. طب احنا فين العين اللي تلقط؟ هي دي اللي نفسنا نطلع بيها. يا ترى رب حاطط في سكتي مين النهاردة يعمل لي رصيد عندك؟ مين الشخص المكسور اللي هطبطب عليه ده يعمل مليون جنيه؟ مليون بالسماء يعني، غير خالص الشغل العادي، غير الوعظة اللي بقولها، ما تعملش خمسة تعريف. عاوزين نفكر بالطريقة دي. انت بتشوف الناس ازاي؟ على قد شوفك للناس على قد ما هيتحدد كونك كاهن ولا لاوي ولا سامري ولا صاحب الاوتيل ولا لا مؤاخذة حرامي من اللي ضرب الراجل من الاول، ممكن تبقى واحد من دول. هل بتشوف الناس دايما من منظور ان دول اقل مني، الاقل شأنا؟ في واحد دايما اول ما يبص على اي حد في حسبة كده، في برنامج في الكمبيوتر بتاع دماغه بيقيم الناس اعلى اوطى اعلى اوطى according للبدلة اللي لابسها، للشهادة اللي واخدها، للأسورة اللي لابسها. هل بتبص للناس من ناحية الطباع والأخلاق؟ ده أخلاق كويسة، ده أخلاق وحش، فأنت عامل دايما برضو برنامج آخر تقييم الناس. هل بتبص على الناس فين المنافس، فين العدو، فين اللي هياخد الفرصة منك، فرصة الكرامة، فرصة الدنيا، بيسبقك على رزقك يعني؟ هل دي ده المحور الأساسي اللي بيدور عليه تقييمك؟ هل بتبص للناس من زاوية الاختلاف، قد إيه مختلف عني، المسافة اللي بيني وبينه؟ كل دي برامج نظر، يعني إيه طريقة تفكير في الناس بتحركنا، وكل دي برامج غلط، ما تمشيش خالص مع فكرة السامري أو الكنز اللي المسيح عاوزه. هل دايما بتوقع أن الناس دي غرب فبعمل كده، بزق كده، ده غريب؟ هل بتتعامل مع الناس ده طالع فيها، كل الناس طالعة فيها، في ناس بتحكم على الكل بالطريقة دي، ولا تقدر تشوف في البني آدم أيا كان ده كنزي، ده رصيدي، لو عرفت أحبه دخلت السماء، لو خدمته زي ما المسيح عاوزني أخدمه أنا عملت اللي المسيح عاوزه مني. وده كل القريب، كل الناس ينطبق عليهم. الجماعة بتوع داعش دول بيبصوا للناس كلهم ان هم اعداء، بينما اولادنا بيحبوهم وصلوا لهم، واهالي العيال اللي راحت السماء صلوا لهم بختهم، لان دول عرفوا يفهموا المسيح عاوز ايه بالظبط. ان احببتم الذين يحبونكم اي فضل لكم. للأسف يا أحبائي خلينا نعترف إن إحنا كمسيحيين ما زلنا نحب مين؟ الذين يحبوننا. أكتر من كده مش كلهم، نحب بعض الذين يحبوننا، لأن في ناس من اللي بيحبونا دمهم تقيل أو طريقتهم بايخة، فإحنا بعيد خالص عن اللي المسيح بيتكلم فيه.
ده ربنا بيقول انتوا لو حبيتوا اللي بيحبوكم ما عملتوش حاجة زيادة، ما تقوليش هتدخل السماء عشان حبيت اخوك وابوك. طب ما غير المسيحي بيعمل كده، خدمت اللي خدمك، طب وانت مستني دي عليها رصيد في السماء؟ هتيجي تقول له فين كنزي اللي عندك يا رب؟ ده انا محوش، ده انا كنت مهذب، ده انا كنت مؤدب، ده انا كنت في المستشفى لطيف مع الكل. لا يا حبيبي، ده انت اخدت اجرك على الارض، الناس حبتك وبعت لك الفلوس والخير وعشت كويس، بس حسابك عندي اصفار في السماء، مفيش ليك كنز عندي خالص، ما لقيتش ميل تاني في حساباتك، ما لقيتش حب للي ما بيحبكش، ما لقيتلكش تعب مع اللي ما يستاهلش، ما لقيتلكش عطاء مع اللي ما حدش بيفكر فيه، لا ما لقيتلكش عندي حاجه زي كده. ما هو موقفك من الاخر؟ موقفنا من الاخر بيحدد رصيدنا في السماء. اغلبنا بنعمل زي الكاهن واللاوي، التجاهل. بتسمع عن ناس تعبانه، ربنا معاهم. ايوه ما هو ربنا معاهم، مش مستنيه دعوتك يعني، بس انت اللي خسرت. هو الناس دي هتلاقي ربنا، بس انت خسرت، والخبر اللي انت سمعته ده مش ليك انت، ضيعت فرصه ليه عليك. على رأي واحد من القديسين بيقول: كيف تتجاهل شخص محتاج وأنت لا تتجاهل كنزا يجري وراءه الناس؟ وقعد يشرح، أظن ذهبي الفم، قال بذمتكم لو لقينا فلوس كتير مش كلنا كنا هنجري عليها؟ أما لما بتلاقي مريض أو فقير كلنا بنجري منه، يبقى أنت مش فاهم يعني إيه كنز في السماء. ساعات يكون الموقف من الآخر مجرد التعاطف النفسي، يعني نمصمص كده، يعني نتصعب. طب ما يمكن اللاوي والكاهن عملوا كده بس ما عجبوش ربنا. ساعات يكون الموقف خوف، لا زي ما انتوا قلتوا كده في الحوار اللي فات، خايف اخدمه لحسن لحسن. السامري ما قالش لحسن، انا هخدمه اللي يحصل اللي يحصل، انا هشيله وهروح ادفع وهسدد، وربنا يقدرني واسدد اكتر لغايه ما الراجل يقف على رجليه، وبعد كده يقدرني ما يقدرنيش ما تفرقش. تعرف تفكر كده؟ الموقف من الاخر احيانا يكون طلع 10 جنيه وريح ضميرك واغسل ايديك وشوف حالك. برضو مش ده اللي يعمل كنز، مش هو ده الميل التاني. تخدير الضمير بعطاء مادي محدود يا أحبائي أقل كثيرا من اللي المسيح مستنيه. لا تكنزوا كنوزا على الأرض، اكنزوا كنوزا في السماء. زي ما أنت بتتفانى في شغلك عشان كنز الأرض، ألا تتفانى في خدمة المحتاجين عشان توصل لكنز السماء؟ ساعات الواحد يبقى موقفه من الآخر هو افتراض الخديعة والغش، دايما عندي تحفظ، ده هيضحك علي، ده هيستغلني، ده بيمثل. حبيبي كل الناس بتمثل، كل الناس خداعة، كل الفقراء غشاشين، ليه كده؟ انت عمال تضيع فرصك. ساعات يبقى الموقف من الآخر ان انا على طول بيطلع برنامج الأعذار، يعني ايه؟ اصلي مستعجل، اصلي ورايا، اصلي مع معايش، اصلي بدور على العذر قبل ما ادور على الفرصة نفسها، العذر يشتغل. ساعات يكون موقفي ايجابي بقى، ان انا دافع عن الشخص. لو كل الناس بتتهم شخص، عمرك مرة خدت موقف عكس الناس ودافعت عن الشخص؟ اهي دي حتة بقى ايه؟ ده كنز في السماء. كل الناس ماسكة الطوب للتي امسكت في ذات الفعل، عمرك خدت موقف المسيح ووقفت في وش الطوب؟ عملت ما لا يعمله الآخرين؟ ما هو ده الميل التاني، هو ده الكنز اللي بيقعد في السماء، انك بتعمل حاجة عكس الطيار، بتدافع عن واحد وبتقول استنوا بس، ما كلنا بنغلط. هل ممكن تخدم وتغير طريقك عشان الخدمة، ولا هتخدم طول ما هي ما غيرت لكش برنامجك ومسارك؟ لا، عاوزين نوصل الى خدمة مع تغيير المسار. يعني ايه؟ هغير اتجاهي، هضيع على نفسي فلوس، هضيع على نفسي راحة عشان اريح شخص تاني. كده دخلت في الكنز الصح. قريبك
هو كنزك، وبالتالي الآخر هو هدفك في الحياة. أحبائي، إحنا عايشين في الدنيا دي لحساب ناس تاني، ولو عشنا في الدنيا دي لحساب نفسنا ضيعنا نفسنا. من يضيع نفسه من أجلي يجدها، ومن أراد أن يجد نفسه لنفسه يضيعها. لو عملت كده شوية شوية هتتعود تشوف المسيح في كل الناس اللي حواليك المحتاجين. تعالوا بقى نعدل برنامج نظرتنا للناس ونقول كنزي هو قريبي. مين قريبي؟ قريبي بقى هو الأكثر احتياجا، مش اللي هيرد الخدمة، مش اللي هيدفع الفيزيتا، مش اللي هيمدح فيا ويكرمني، مش اللي بيحبني. قريبي هو اللي محتاج، فول ستوب، بغض النظر عن جنسه ودينه وسنه وظروفه وريحته أي حاجة. قريبي مش الأكثر قربا أو الأكثر تجاوبا أو الأكثر تقديرا، لا، تاني هو المحتاج الأكثر. طب أعمل إيه؟ تعالوا ناخدها بتدريب عملية عشان ميبقاش كلام نظري. تعال نصلي أكتر من أجل ناس ما طلبتش مننا الصلاة. أو ده ميل تاني، ده يعمل رصيد. اللي بيقول لك صلي لي، قلت له ربنا معاك، طب مع السلام، كويس، بس ما عملتش رصيد في السماء. لكن شايف شخص تعبان أو بعيد عن ربنا بتصلي له بحرارة ومحدش قال لك لا، ده كده إيه، دخلنا في كنز سماوي. فكر أكتر في احتياجات الناس. ما أجمل الشخص اللي عايش مخه مشغول لحساب الفقراء، لحساب ناس تانية غير عياله وغير بيته. مخك ده غالي، تفكيرك ده رصيد في السماء. اجتهد أكثر أن تربح الناس، اعمل مجهود أكبر شوية، هتوصل الرسالة أوضح لناس كتير قوي. اتعود تعمل أكتر مما يطلبه الآخرين. الناس بتطلب، لو عملت تبقى خير، لكن لو عملت أكتر من اللي طلبوه تبقى مسيحي. حس أكتر بمعاناة الناس. أنا عمال أقول أكتر ليه؟ لأن الميل التاني في حتة أكتر من العادي، أكتر من اللي خدنا عليه وتعودنا عليه. كمان ارجع لورا أكتر شوية عشان تقدم الناس قدام منك أكتر. كنزك هو قريبك. النهاردة حد الكنوز ده حد فريد طول السنة، طول السنة الحد ده له اسم خاص به، الحد الأول من الصيام. تعالوا نحوش في السماء تحويشك الحقيقي، كل شخص خدمته بحب بدون مقابل بدون توقعات بدون طلب منه. ربنا يدينا كلنا لإلهنا كل مجد وكرم.